السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بربي إن شاء الله نتعرف على المكونات الخزانة الكهربائية اللي هي الأرمون إلكتريك. نرجع للمكون اللي شفناه في الحلقة اللي فاتت اللي هو ديجونكتور موتور. عندي واحد من المتابعين سألني قال لي طريقة التركيب تاعو، طريقة التركيب تاعو في حالة لي 3 فاز، يعني 380 عندك يخشوا لي 3 فاز هنا L1 L2 L3 ويخرجوا من تحت لي سورتي L1 T1 T2 T3. هذا في حالة 380، في حالة 220 في بلاصة L1 لهنا و T1 حيدخل الناتر ويخرج من الناتر، تخرج من لا فاز ومن بعد تعاود تخرج من T2 ونعاودو ندوروها للتروا وتعاود تخرج منها باش يعودوا لي تروا بوبين نتاع لا بروتيكسيون في ثلاثه، يعني تحكمهم لا بروتيكسيون. هذا بالنسبه لطريقه التركيب نتاعو. وهنا عندك لو ريغلاج، عندك لو ريغلاج تاع لومبيراج، سا ديبون دوك على لا بويسونس تاع الموتور، على لا بروتيكسيون اللي باغي ديرها، الحمايه اللي باغي ديرها. قادر تكون 1 امبير، في حالة 1 امبير ولا 2 امبير هذا ديجونكتور موتور ما يستحناش. كما راكم تلاحظوا لهنا راهو المينيموم تاعو 4 امبير، تسمى لازم نشوفوا الديجونكتور موتور اللي يصلح له. المكون الثاني راح نشوفوه هو لو كونتاكتور. شوف لا يعني تاع لا مارك شانت في جي في لومبراج، في حتى السيليكا جيل نجبدوه وحتى البسيليكا جيل تاعو للحماية من الرطوبة. السيليكا جيل بالنسبة للكونتاكتور أو باللغة العربية مفتاح التماس، عنده كيما ديجونكتور موتور ثلاث مداخل أساسية وثلاث مخارج، نفسه L1 L2 L3. كيما قلنا في المرة اللي فاتت عندنا المداخل عدد فرضية اللي هي 1 3 5 والمخارج الزوجية 2 4 6 لي صور دي توجور سون T1 T2 T3. وعندنا معه واحد كونتاكت قاطعة ثانوية ولا كونتاكت اوكسيليار هو 13 14، اللي هو يكون NO اللي معناه نورمالي اوبن، يعني مفتوح في حالة الراحة. الكونتاكتور الحاجة الأساسية نتاعو والمبدأ العمل نتاعو الفتح والغلق، يخدمنا كيما قاطعة عادية، لكن الخاصية نتاعو هذا على واه نستعملو في المحركات خاطرش عندو خط من التسمية نتاعو باللغة العربية التماس مفتاح التماس، ولا لو كونتاكتور يعني فيه قواطع الداخل لو كونتاكت. لو كونتاكت هذا على واه باش كان واحد لي في الالكتريسيتي اللي هو يسميوه لوكو دارك او القوس الكهربائي. هذا الجهاز يسمح لنا باش نيفيتيو هذا القوس الكهربائي. من المكونات نتاعو فيه الداخل واشعة من بوبين، هاك عندك هنا ال A1 A2 وهذا ثاني نفس A2. عندك كيما هذه هنايا لا بوبين تاعها 220 فولت، سما يخش فيها هنا جهة فاز ناتر وجهة فاز، وكان تعكسهم نفس الشيء. وتقدر دير هذا ليمونطاسيون ثاني من جهة تحتانية، تبغي تبرونشي دير التركيب الكهربائي نتاعك من الجهة الفوقانية الفوقانية A2 ولا A1 A2 من جهة تحتانية طريقة عادية. فيه الداخل فيه بوبين كما قلنا واشعة، كيفوت عليها التيار الكهربائي في الحالة هذه هنا 220 فولت، حطت مغنط تؤدي إلى جذب هذا التيروار، هذا التيروار كي تجذبو يجبد معاه الداخل القواطع، القواطع اللي كانت في حالة الراحة مفتوحة حتولي مغلقة، واللي كانت مغلقة حتولي مفتوحة. هذا بالنسبة للكونتاكتور. وبربي ان شاء الله حنشوفوا في الدوره اللي راح نبرمجوها
ممكن في الشهر القادم ان شاء الله حنحكيو على التركيب الكهربائي ونحكيو عليه بصفه مدققه طريقه التركيب نتاعو في الدوائر الكهربائيه الخاصه بالتبريد لي زارمو الكتريك كونسي بور لو فروا اندستريال الخاصه بغرف التبريد لي شومبر فروا. عندنا المكون هذا، عندنا ديجونتور دو بروتيكسيون للحمايه العامه تاع الدار، هذا هو يتم الاختيار تاعهم ربي ان شاء الله في الدوره راح نشوفوا الاختيار تاعهم كيفاش نقدروا نخيروهم على وين نخيروهم واش من امبيراج ولا شده التيار اللي راح نستعملوها في الدار تاعنا. هذه تجي من المحركات والمراوح اللي راح نستعملوها. عندنا ثاني هذا عندنا عطور من ستولز سيستم بروتيكسيون ني بولار احاديه قطب، كان ثنائيه قطب، هذه نستعملوها في لدار التحكم حمايه دار التحكم. عندنا ثاني مكون واحد اخر اللي هو لورولي ترميك، لورولي ترميك هذا لورولي ترميك هذا يجي يتركب مع في المخرج تاع لو كونتاكتور تاع يفتح التماس، عندو طريقة تحلو لي فيس منا ونحكمو نركبوه. و إلا استعملت الحماية هذه ما تستعملش لو ديجونكتور موتور، يا إما تستعمل لو ديجونكتور موتور يا إما تستعمل لو رولي ترميك. لو رولي ترميك فيه ثلاث مداخل لي هما هاذو لي طروا هاد المسامير هذه، وعندو ثلاث مخارج لي هي تي أن تي دو تي طروا. راكم تلاحظو هنا اثنين أربعة ستة المخارج، هذه المخارج الأساسية ومنه يروح ديريكتومون الموتور يركب مباشرة مع المحرك الكهربائي، قدر يكون محرك تاع مروح أو محرك تاع كومبريسور يعني تاع ضغط. وعندنا هاد لي كونتاكت 97 98 95 96 هادو قادر نستعملهم في دار التحكم، وحدة نستعملها في دار التحكم لغلق مثل في حالة حدوث خطأ ما، خطأ كهربائي ولا عطب ولا كود سيركوي حيغيح يكوبينا لدار التحكم باش تتوقف ضرب بصفة تامة. وهذا عندنا هنا نورمالي اوبن يعني في حالة الراحة، يعني في حالة عادية يكون مفتوح، وعندنا الانسي حيكون مغلق. هذا اللي حيكون اللي انسيح يكون هو اللي يحمينا دار التحكم. وهذا ان او 97 92 اللي نديرو فيه مثال اناره اللي كان خطا، مثال نديرو ان فويون كيما كان ليد احمر في حاله خطا ولا حيشعلنا في حاله كود سيركوي يكوبينا لو رولي حيشعلنا ضوء احمر. هنا نعرف بلي لو رولي تاعنا هو اللي راهو هو اللي راه مكوبي. عندنا هنا دو بوتون تاع التاست والاخر، هنا عندنا لو ريغلاج نتاعنا كيما هذه نفسها. وكان تلاحظوا بلي لو ديجونكتور موتور جبتو ثاني لو كات من 4 امبير الى 6 امبير، هذا ثاني لان حنستعمل الدار نتاعنا مجال الحمايه هو بين 4 و 6 امبير. هذا بالنسبه لو رولي تيرميك. في تلقى لومبيراج نتاعو لانتونسيتي لانتونسيتي دو كورون، في حتى لومبيراج ماكسيمال، في حتى البخت اللي باش يكوبي لك. هذا بالنسبه للمكون. بعد نحكيو عليه يعني في الدوره تاعنا نحكيو عليه بصفه يعني مدققه طريقه التركيب نتاعو وطريقه. عندنا ثاني من المكونات انواع يعني تاع لي فوايون ومصابيح نستعملها في مختلف مثال ليمونطاسيون تاع لي فاز خطر تشغيل اي حاجه. عندنا فويون هو على شكل كما تشوفوا هنا في، هذا يعملنا عمل تاع الفولت متر باش نعرفوا لا طونسيون ولا فرق الكومون في الدار نتاعنا. يتم التركيب تاعو في الخزانه الكهربائيه. وعندنا حاجه اخرى اللي هي كومبيرمتر لامبيرمتر. لامبيرمتر هذا هنا ندخلوا لافاز نتاعنا فرد فاز
يعني في الدورة كل حين نحكيو على الأمور هذه بصفة يعني مدققة، بصفة مدققة هكا يركب، نلوحو الخيط نتاعنا ومن بعد نريمونتيو منها ب220، واش نعطيك شدة التيار. إذا كانت عندك 4 أمبير، 3 أمبير، 2 أمبير، 1 أمبير ونصف، حيتم الفيجر نتاعو على الشاشة. يعملنا نفس مبدأ عمل لابانس أمبيرمتريك، هذه نفسها نفس العمل تاعها، واش كان هي تكون مركبة في الخزانة الكهربائية، نفس العمل تاع هذا هو نفسه. أنا تفوت لافاز باش نقيسو، باش نقيسو شدة التيار، ولكن يعني دقة القياس مش حتكون كبيرة مثل الجهاز هذا اللي هو لابانس أمبيرمتريك. من مكونات تاع مارمور إلكتريك أيضا عندنا هذا الروليت فاز لاكايل، هذا الماركة التركية. عندنا لي فاز، عندنا الطور الأول الثاني الثالث مع النوترال النادر، وعندنا هنا التركيب تاعو، عندنا تلقى لو شيما تاعو كيفاه تركبو. كيما تلقى هنا ميسينغ فاز، يعني كي يكون تغيير في فاز، مثال قامت شركة الكهرباء بتغيير لي فاز، مثال الآن رجعته في مكان L2 أو L2 في مكان L3، يكون عندنا محرك ما يتحملش يعني تغيير لي فاز، مثال كوم لي كومبريسور، لي كومبريسور افيس ولا حاجه كيما هكذا ما يحملوش، ولا كان حتى محركات اللي تشتغل في جهه واحده في حال تغيير الاتجاه مش حيعملنا الجهاز. وفي ثاني فيه اوبسيون مليحه عجبتني، هذه فولتاج ان بالانس، عندك يكون عندك تذبذب في التغذية الكهربائية حتى 40%، يعني حيوقف لك التشغيل مش حتشتغل لك. هذا بالنسبة للرولي فاز. بعد في الدورة إن شاء الله نحكيو عليهم بصفة عامة. عندنا أيضا لي بورني، عفوا عندنا لي بورني هادو اللون الأزرق للناتر يعني المحايد، عندنا هاد لي كان يعني ألوان أخرى واحد صديق العمل تاعو الرمادي نستعملو لي فاز. وعندنا الأخضر والأصفر كما هو معتاد يعني في لي نورم تاعو تاع نتاع الأرضي، المأخذ الأرضي ولا لاتير. هذا بالنسبة ل عندنا أيضا هذا ميكرو كونترولر اللي هو هنا في ديكسل لو إكس آر 0CCX، أكثر استعمالا وأكثر شيوعا. هذا ايضا حنشوفوه في الدوره، وندير عليه بربي ان شاء الله فيديو طريقه التشغيل تاعو، طريقه تاع الريغلاج تاعو، كيف يتم الضبط تاعو، هذا لي شيما تاعو. عندنا ثاني من الاجهزه، عندنا هذا لو فانت كورس هذا فانت كورس. الفانت كورس في أكثرية في شومبر فرواد نستعمله في الباب لإيقاف عمل، مثل يجي العامل حيخش لا شومبر فرواد، عندما يقوم بفتح الباب تتوقف المراوح ويشتغل وتشتغل الأضواء. واش فيه داخل؟ فيه داخل زوج قواطع قاطعتان. نتمنى أن تكون واضحة الصورة. فيها واحدة مغلقة في الراحة، واحدة مفتوحة في الراحة. عندنا لي كونتاكت هنا 13 و 11 12، 13 14 و 11 12، تقوم بالقطع. نديرو تجربة بسيطة باستعمال لابانس، ندير نحطها في وضعية تاع الاستمرارية. هلا نحطو هنا في وضعية الراحة،
لكن عملو يعني لم أقم بالتجربة نتاعو من قبل. التجربة مش يشتغل. قديمة يعني أظن أنه عندي هنا خلل على مستوى يعني هذا هو مبدأ العمل تعب بصفة عامة. فيها دو كونتاكت، واحد مغلق في الراحة واحد مفتوح في الراحة، نعاودو نغلقوه. هذا يعني بالنسبة للمكونات، المكونات الأساسية في طرمان الإلكتريك. يعني واحد ما يحاولش المغمار تاعو، ما يحاولش يكومبليكيها بزاف، مشي بالابسط. كل ما تعقد في الارمور تاعك كل ما حيصير لك بعد مشاكل، حتى لو لي تاس تاعك قد ساعات اجهزه مشكله على مستوى الاجهزه، مستوى النواقل. كل ما تكثر فيها، كل ما تكثر في الدار تاعك يكون فوزو حمايه، قدر الحمايه دي جونتور برينسيبال، واحد حمايه دار التحكم، وحده قادر نخدموها للتشغيل، تشغيل الديكسيل تاعنا ولا الميكرو كونترولر. يعني تكفي بها، ولا قادر نستعمل حتى دي كوميتاتور تاع مارشاري. هذا بالنسبه للحلقه تاع اليوم. نشكركم لحسن المتابعه، نلتقي ان شاء الله في حلقه اخرى. السلام عليكم.